العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مل رجعت شويدا ما قلتك رب العالمين عيسى عليه الصلاة والسلام خلاص كر الويبي لنا جيابوات يدانان، ورب العالمين هلوكي بمدنا في قرآن دبوتي وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رب العالمين عيسى عليه الصلاة والسلام ابقيان ويبا ورحا ويبا بلنكر عثمان ويبريا لاليخو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحث خود كد وقت جاء إسراء ومعراج بجيت أتيت بالبراق بجيت رجاء أو رجاء أزد شما إسراء ومعراج بجيت بمن براق إنا وهو دابة بجيت حيوانك أبيض يسفيه طويل جلك دريجة فوق الحمار. قتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قتي السر كريدا ودون البغني والبر هيستريدا، يعني نهدي هيستريا ونهدي كريش يما بين هردوكا، يضع حافره عند منتهى طرفه. قتي بيخو كوكير ديمايك جيا جاوبيت بيني جاوبي حيوان الديد بيخوش دانا بيري پشت اینگی پیغمبر بجی صلی اللہ علیه و سلم افا پیغمبر لی سیار بو البراق اتا چوه قدسه، و پشتی قدسهش پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم رب العالمین بلن کرا عثمانا. ثم عرج بنا الى السماء الثانیه، ام حدیث امنا بجن چونکی من بس ده و بجن اوا جه یا گردائی بید وی پیغمبری بی علیه صلی اللہ علیه و سلم. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بجید پشت اینگی ام رب العالمین ام برین عثمانا و از برم عثمانا وجبريل قال من دابو هتا ام بينا برينا عثمان الدويه. فاستفتح جبريل، جبريل درك ليدا دركي عثمان ليدا، وهذا دليل سارندك هم عثمان كي دركي هاي هتا دركي رانتش يجور جو جي دينينا تو بيش يجور. فاستفتح جبريل، جبريل دركي عثمان الدويه ليدا، فقيل من انت؟ قلت جبريل قلت تكي قي انا جبريل قلت از جبريلم. قيل ومن معك؟ وتأكيد قلت هذا كيد قلت آتيا. قال محمد، وت محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه، أي ملائكة قلت جبريلي وت ما هناتيا بو هناتيا دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبيت عثمانا. قال قد بعث إليه، قلت بله يا خدي هناتيا ديرا كبيت عثمانا. ففتح لنا إن الدرك عثمان الدوية بما فكر ربي پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بابني الخالة، پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم أمچنا عثمان دويدا من هر دو كرت خالات ايك ديتن عيسى ابن مريم، عيسى كر مريم من ديت العثمان دويبو، ويحيى ابن زكريا ويحيى كر زكريا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفهر دو پیغمبر ديتن وقت شو إسراء ومعراج العثمان دويبون عيسى عليه الصلاة والسلام وقال يحيى. والنافع حديث ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول هر دو كرت خالتت ايكن عيسى ويحيى، ويحيى كرت زكريا عليهم الصلاة والسلام كابا باي پیغمبر بو او خوش پیغمبره. نافع حديث ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول ابني الخالتي، هر دو كرت خالتت ايكن بما ديارت كتكا زكريا ميري خوشكا مريم بيا دايك عيسى عليه الصلاة والسلام. چونكي هكا هو نبيت نابنا كرت خالات ايك عيسى ويحيى نابنا كرت خالات ايك إلا هو نبيت.
ويا مفسره وقت معولي قوتي قوتي زكريا ميري خالتا مريم ابو وهذيك الواقع ولايت اخفنيت هاتي نقوتا بس نافي حديثه دا بما پیغمبر يديار كريسا الله عليه وسلم كاز زكريا ميري خالت ميري خشكا مريم ابيا وميري خالتا عيسى بي عليه الصلاة والسلام بلندي قوتي هر دوك چيت ايكن يحيا وعيسى عليه الصلاة والسلام وتهر دوك كريت خالتت ايكن أفش إيكل وفضلايا كعيسى عليه الصلاة والسلام كوقت بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوية عثمان دوية بيغمبر صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام يلوير ديتي بديان ورحبة عبد الله بن عباس رازو بنا خده لبيت بحسي إيكل آيات اتكت آيات القرآن دا بجيت آياتك هاي القرآن دا بجيت قالك كاس بسيار ناكن بجيت جاسي ظانم بوشي بسيار ناكن بسيار ناكن چونك ظانن معنوية چيه يانيش ابن ظانين چون انا ظانن وبقو بسيارش ناكن كفير ببن ابو يحيى بجيت ايش ويري بوم وما جسيار ينشتي بوم وقت عبدالله بن عباسي افاقفنا كري بجيت انا من بجتي عبدالله بن عباسي افاقفنا كري بجتي انجي داس بيكر اخفنا كودي كر و بابتك بدل بو بجيت بجتي انجي من هاد قوتي بو من بسيار عبدالله بن عباسي ناكرك او چه آياته بجد بجد تيني مجلس رابو هم چوين افش من ها بسيار في ناكر بجد من قالك لو ما اخو كر ابو يحيى بجد من قالك لو ما اخو كر كمن برشي بسيار عبدالله بن عباسي ناكر او چه آياتا خلق زانيت يا نزانيت ام برشي بسيار ناكن في معنى في آياتي وتي من قوتي اكو روجا كودي وصبه اس چوما مجلس عبدالله بن عباسي دي بسيار بيك هنا روجا دوية ابو يحيى بجد اس چوما مجلس عبدالله بن عباسي رازو بن اخو دلبي ك اسمام پیغمبری یا صحابه پیغمبری صلی الله علیه و سلم عالم صحابه یا پیغمبری صلی الله علیه و سلم دعا بکری و تیاره بخواهی تو فیره معنا قرآن بکه و تفسیر قرآن بکه گوتی من گوتی عبدالله بن عباسی من گوتی او چه آیت گو او تدهی بو ما گوتی او تدهی گوتی آیت که اصلا زانم خلق بو بسیار ناکت معناوی و تفسیروی خلق زانید بند بسیار ناکت يعني ديار تفسيره ويان خلق نظانيته بجهل ونظانين وخلق كركر يشخو فيه الناكن إنه قلت أسحس كان منبيجي أو چه آياته قلت أف آياته من قلتي قلت أف آياته ورب العالمين بجيت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم رب العالمين ادناف في آياته دا بجيت و داس بيكر طبعا عبد الله بن عباسي أف آياته بقلتي قلت رب العالمين بجيت مشركة بشتا واكس او شريكه كي بخود داتنين ويكي ديت كان شريك رب العالمين دا رب العالمين قلت إنكم قالي مشركهنك وما تعبدون من دون الله او اشتهنك عبادات ايش ليت كان جا كاتشيه دارا برا صنما قبرا مروفا كاتشيه هنك عبادات ليت كان هنك همودة چليهن رجا قيامته حصبوا جهنم يعني حطبوا جهنم يعني همودة من الدارت اغري جهنم اغري جهنم يدب هنقوه تخوش كره وهم همو الظانين اويت عبادات التي تكرن قالك يا هي عبادات داراتك يا هي عبادات براتك يا هي عبادات روجيتك يا هي عبادات ملائكتك يا هي عبادات مروه الصالح ووليد خدي وشافر خديتك يا هي عبادات بيغمبراتك هر كسه كي هر عندك مشركه اي كي بخو دانويه كي يا اله اخو عبادتي بود كان جاف ايات وقتهات يا خاره قلت انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وتهم قالي مشركه او هم عبادات الشرك كانوا كم رجع قيامته ابن اغري دار جهنم وجهنم ده بنقول يتخوش كن مشركه قريشيا قال قالك بين اخوش ولا لوا اف اياتهات يا خاره قال قالك بعاجز ببنو ودلت وا بيطان ببنو بهات بن ازيدان كرب العالمين قلت انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون بان هدي همار ينجبون اخاره و هزرا خود کرده چی که این دچنا که این با اف آیات لالی مگله کمازنه ور ام و اوی عبادتی لی املیت که اینونیا که ام وانم رو صالح و باج داد نینو اوه صنمت ما لات و عزای و منات و هر ایکی الوه صنمت ما هبن و تی اوه خر رجا قیامت بچین جهنم در راسی بو گله که گرام بون همو یرنیش دین اخواره گله که عاجز بون مروفه که هاتا ویره هاتا لالی قرائشیات گوته ابن زبعرا اوی مروفه قلت وقت ديت يا قريشي وت عاجز انه بخمه قلت تشي اشنو قواتيا شو بسالين قواتيا قلت ما تقول النبي يا قلت اياتك قوات يا خارب محمد صلى الله عليه وسلم قلت بيجيت هم قالوا عبادتي اللي كان حمود جهنم دا اخر جهنم اللي بنقول يتخوش كده
كتبي وقتي أبا بيغمبري قتي صلى الله عليه وسلم ومحمدي قتي طبعا ما بنبكى بيغمبري قتي محمدي قتي صلى الله عليه وسلم قتي بلي قتي بمقاس كان محمدي صلى الله عليه وسلم وبيغمبري صلى الله عليه وسلم هشتو المكيب وشتو هجر النكر بناتشو مدينة وبيغمبري صلى الله عليه وسلم حسكر هركسك نبس بيغمبر تشناف خلقي دا ودعوتك بيغمبري هكي اكيش قود بيه ولا لالي من بمن أو أخو بيجا دعوة أخو بيجا بيعمل بي دوشيت كبر لالي نبي إلا بتشي جاك يعني دخول تبي خالك بس لالي نأخو أو ناس لالي كسيك بعند ده أبغى مروفة ككافر مشرك بو فريت ردي بيعمل رسول الله عليه السلام بيعمل هات تبلي بدي كارب مقاس كنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه قاس كريب بيعمل هات نقول تبلا أو بيت لالي من ما أو تشيا ونياس بيعمل خدمة أس قاصد خدمة أو مشرك ككافر كخراب يبيس وتشتوف هذا شمال لالي نه نقول تا چونكي هدفه وی بلاف کردن دین خدا و دین خدا تو بلاف که کبر تدا پنه بد تو چیه جایی که دان رین یا خاره ولای خلق نیت لای من اسناش ملال خلقی تی وی مروف بچی تو مروف ممنونیش بید بو همو کسی که دین خدا بیجی توی خیره کت که و فضله کت که و یبشولا که راد بی شولا پیغمبر راد بی علیه الصلاة والسلام برند پیغمبر صلی الله علیه وسلم چو لالی بی مروفی وقتا چو لالی اینا گوتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي ما يهاجل بتا اياتك وبتهات يا خربوت بيشتا مش انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هم قالي مشرك او هم عبادتي بود كانوا كم رجع قامت ابنا دارت اغري جهنم جهنم دي بنقول هيك اخوش كرم هنا وتبلى يا رب العالمين ومن اني اخاري متى خصمت ورب هذه البنيه يعني ورب الكعبه قلت امشي اين اي محمد صلى الله عليه وسلم اسرب الكعبه كما هذا يمر في مشرك ويكافر قلت بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت ما دام أم وأوي أم عبادتي شليت كين وهر مشركك كعباد إلهي ويشيا قلت همو بشينا جهنم دا قلت بفلا عبادت عيسى كان عليه الصلاة والسلام وعيسى اشتفى بشتنا في جهنم دا قال فلا وقلت جيش عبادت عزيري كان تفيا عزيريش بشتات ناف جهنم دا قال جيا وقلت هندك عشيرتك هبو الناف قريشياش دا قلت بنو مليح قلت بنو مليح إيش عبادة ملائكتات كان قلت ملائكت إشتبه قلبه بشتا الناف أغري جهنم دا وبوج ماتن فلان كاس عبادة روجيت كتبه روجيش قلبه بشتا جهنم دا هندك يتو قلت وبتايبتي أف مروفي صالح قلت قلت أف همو مروفي صالحا قلت مادم أو بيند ناف جهنم دا قلت بلا خديت مش بشنا تدا أميش دي قل شنا تدا وتي ما دام عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير وملائكة أفش بشنا جهنم دا وتي أمش دي شنا ناف جهنم دا بعند وقت قريشية أفها قال بي هما قيجي راهلان ودنج خوب لنكرو كيف واحد رب العالمين بما ناف قريشية بجيت بجد ولما ضرب ابن مريم مثلا وقت أبي مروي كد قلت ابن الزيع بعرا أبي مروي وقت أف مثال أبو بيغمبر إنه صلى الله عليه وسلم وقلت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باكهو بي تفيا عيساج بشتناف آغريدا عليه الصلاة والسلام تفيا عزير مروف صالح بشتناف آغريدا بجيت وقت اف مثال ابو پیغمبر اينا صلى الله عليه وسلم اذا قومك منه يصدون يعني قومتا اي محمد صلى الله عليه وسلم مشرك مكة دنگ خوب بلنكر وقلت يا امشي اينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وما پیغمبر كر كر ونشي حاشا چو احفناب كر وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ وتي ما إلهت ما وصنمت ما خير ترن يان عيسى عليه الصلاة والسلام. وتي ما دام عيسى بشتت أغري جهنم دا أبا مشرك واد بتي. يان عزير بشتت أغري جهنم دا يان ملائكات بشتت جهنم دا بلا مش بشتت دا صنمت مش بلا بشتت دا أو إلهت ما خير ترن ما دام أو تيدونا أمش لقال دولة تيدوبي وشي ناف جهنم دا ما ضربوه لك إلا جدلا رب العالمين بيشتا في عنبري صلى الله عليه وسلم خو عاجزناك ودلي خو طنكناك وقت واقف واقف نبو تأينا واقف مثالا واقف نمو تأينا بس بو چبو بس بو هنده بودا مناقشات قلتا بك بو هنده نية كوا دليلك بي كوا حجتك الله لهي كوا دشينتا اما بس بو هنده بودا مناقشات قلتا بك وكي قالك جارا قالك كسي تأينو كان ناف مجدا انية تاوي اوا بس مناقشات بك دهيت بيشتا باك افا هو بيتا باتي وفلاني شو بيتا باتي في رجاء قيامته شو بيته باتي في خديش يهو بيته باتي في پیغمبر شهو بيته صلى الله عليه وسلم بس بمناقشه اونيه كو مروفك الدليل في هاي دي حقيقه ودي راسيه قريته حقيقه وراسي بيت افناش بهند رب العالمين قلت ما ضربوه لك الا جدلا بهند الجدل
ومناقشة همو قافت شيء اللي هاتي كرن همو قافت بحسي ويب خرابي هاتي كرن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا رب العالمين بجيت أو كنا مناقشة آيات خديدات كان بس مروفيت كافرا مروفي إيمان دار مناقشة ناخر هنده قال آياتك قرآن بهات قال حديثك بيغنبري بها صلى الله عليه وسلم دي بشتي سمعنا وأطعنا أفايا حق ويا راستا وعقل من ورأي من يا خلته ما دام مخالفة قال قرآن وقال حديث بيغنبري صلى الله عليه وسلم بل هندش خدي قوتي هذا قومك حس جد كان حس مجادلات كان مروف إيمان دار نابد مناقشة ومجادلات بيشود كان هنجي مناقشة ده تكرن مجادلة ده تكرن هكا بهند بيد أبو إيكي حقيقي ديار كي بهند بيد أبو إيكي راستي ديار كي وبهند إيش بيد تو نبهند ناف خلكي ديار كي والله عز زيركم واو شو نزانيد عندك فلان كسي يعني رزيل كم عندك فلان كسي يعني إشكين مبا عندك فلان كسي ناف جماعة ده هاد كوي بام بوهكا بوهند بيد بس جناح جاي تمرودي أما رب العالمين بتي ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يقولي خو مناقشة قال جيو فلاش نكن إلا بجنبي إلا بجواني نبي هكا بهند بيد حقيقي بو ديار كي راستي بو ديار كي ابيش اخف نيت هما جوان تري هما قدر تري هما ريستر واحترام تر دي قلبي هنجي مناقشه كي وين يتا اخوتي في عولي بو خديب كي بيجي ابا بهند يا كاس بو في مروي حقيقي ديار كم واو خلاتيت او سري بيلي هنجي ابا مناقشه ومجادله قادرسه اما واكي دي همو قبل صفته كي بيا صفته كافره بيا رب العالمين ذم شاكري مناقشه ومجادله بهندش بيغنبر بيجي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله بجد خراب ترين مروف كابتن همار أبو عمي كرب لفا بكيا الألد الخصم أو مروف عبي همو قوي بدفو مور كت خلقي با ويهمو قوي مناقشات قال خلقي كت وبيش وليش أفا رب العالمين بتر هم ما كرب فا نوع مروفانا ونوع نوع كسانا بابن رب العالمين ايش قوتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا وتخو عاجزناك أفا هاتي المناقشة قال تبكن بيش وليش وشو دليل بينينا بل هم قوم خصمون يا فهم شو لوايا شو لوا بس جيا بس مناقشات بيشولا بس أخفنا بكن ونيا بيشول ونظن يتكا معنا أخفنا ويجيا بس على أساس ده يبرم بريخو بجد يشكين ماذا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه رب العالمين بحسي عيسى كر عليه الصلاة والسلام وتع عيسى عليه الصلاة والسلام عبدك إجابة واشبه كدابا يتفلها ما دابا وتي فلا درود كان عيسى عليه الصلاة والسلام كره خدينية خدينية وسي خديش نينا عيسى عليه الصلاة والسلام عبدون عبدك وكي عمو عبدت خدي شو صفات الوهية وربوبية تدانينا أنعمنا عليه ما نعمتك قال كلمة إكريا بيغمبر وما قدر يخصي أنعمنا عليه ما إكل نعمة دي قال كري ما قدر يوي وبنى مالوي ودايك ويه قرتي كمريمة وجعلناه مثلا لبني اسرائيل باش تيجي ماكليا اياتك ومعجزات بني اسرائيل ابو همك سك ديوي بيتو باش عيسى بيت عليه الصلاه والسلام كما عيسى عليه الصلاه والسلام يداي بيچه بباب وميچكري بباب وبكلمه خديب اخفنا خدي تشبي ولو نشاء رب العالمين مش هكا ام حسكين وما بيچ دي لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون هكا ام حسكين دي شينا هنگو ملائكتا اينين مفسر رحمتا خدا دا بيد دو تفسيرت في آيات داين وفا هند كلماتنا داين يقولتي ايك الوا يعني خدا بيشتما كونك ايماننا اينن وباورينا اينن رب العالمين يبصانا اللي بيهنگو هلاك ببت وملائكتا بنتا شينا هنگو عردي دا عبادت خدا بك يا دوية بجيت رب العالمين يد بيشتما حكا محس كين دول هنگوش كين قالي قرائشيا هنك ميرن كميري بچيك پیدا نابيد بس دشين ول هنگو پیدا بچيك پیدا بن هنگو كيش پیدا بن نمروغيش پیدا بن كي پیدا بن ملائكت پیدا بن نبزان الخده هموش تك بيش بيت ولو نشاءو لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفونا يخلفونا عن دي هنگو بن وهو بين اشينا هنگو بشتي هنگو مرن او بين دنیا آفدان كانو ودنیا ريفا بن بلندش خده افا هموش بيش بيت رب العالمين وما ديارك الحقيقة في بيغمبري عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وقوتي أفا بيغمبرك بيغمبري صلى الله عليه وسلم أخفنا عبد الله بن عباسي وقت بسيار كري وقت أمرو بمشرك قوتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي أفا همودي جناد ناف جهنم دا وبيغمبري وهو حسيب كرك أو شيانا بيغمبري صلى الله عليه وسلم
رب العالمين آيات بو پیغمبر اینا خاره پشتی انگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انگی چجا بو یگا و ندانه به حتی آیت بو آیت خاره آیت بو آیت خاره گوته این الذین سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون اتهام محمد صلی الله علیه و سلم بجا مشرکت مکی و جبا و بدوه سروه شبها و اینای و سروه آخفنا و گوتیتا بجه این الذین سبقت لهم من الحسن او مروفت مروفت باش بینا مروفت صالح بینا پیغمبرت خوده بینا او جید خوش هیلال رب العالمینی او دیمایی کوا بحشتا و راز بینا رب العالمینی او یل آگر جهنم دیرن او خوده گوتی انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هنگ و هاوی هنگ عبادتش لید کن هنگ دبنا دارد جهنم و جهنم دب هنگوی تخوش کن او بو که بوا کسا او عبادت داره کید کن یان بره کید کن یان هکا یه مروفه کش کن هر مروفه که هبید بس مروفه که یه پیرازی بید زانید عبادت او عبادتی بود کن مروفه های بلکه هنگو گلک هنگوی دیتی سجوده بوده تبرن نالوی و یا خوب کرش کرید به خوشه که سجوده بوده تبرن یان او بیشت خلکی سجوده بوم بند خلقی عبادتی بود کرد هموش دکی بود کرد یا خوکر کرد لالی وا اونا بشت او حراما اونا بشت او شرکا اونا بشت او کفرا چوشت اونا کرد ای اوانا رجا قیامت او ادباعت ویانا ده چه پیهت احل کرن آگری جهنم یا اما رب العالمین بود این الذین سبقت لهم من الحسن او مروفت باش بینا و او نگود یا خلقی و پی خوشش نبیا پشتی مرین خلقیت ولی کرین کنگی عیسا تا پرستن پشتی مرناوی پشتی عیسی علیه الصلاة و السلام چوی و مری هنگی خلقات ونیا و فلا راب و نسر خو ونیا و تی کره خوده یا و تی هندکا و تی ثالث و ثلاثتین هندکا و تی عبقو خوده یا و عبادت وید کرد گرب العالمینی دا پشتی مرنا عیسی علیه الصلاة و السلام و عیسی علیه الصلاة و السلام نگود بو خلقی چب کن نگود بو عبادت ممکن و نگود خلقی پشتی عیسی علیه الصلاة و السلام نگوت خلکی ام از کره خودیم نگوت از خودیم نگوت خودیات یا نافگیانه من دوکی او عقیده کیه عقیده فلا بلند اوه هو بیتا اوه دیر الچه یه دیر الاغر جهنمه عزیری مروفک صالح بیا نگوت یا خلکی عبادت ممکن پشتی مری و چوی هنگی خلکی رابی چلی کری هنگی خلکی رابی عبادت وی کری و یکی یا شریک رب العالمینی و نوکش ام بینین گلکت هین شیخ عبدالقادر گیلانی ایکل و مروفت بیا عبادت خود بتن ایکلی چجا نگوت یا کسی ورا عبادت ممکه نگوت یا کسی ورا سر قبر من طواف بکه نگوت یا کسی کی ورا سر قبر منو هوار خبون بینا از لبودا گهین ما رب العالمین اصلا اصلا ما بینا هنگو رب العالمین چوش دو نگوت یا این هو الا عبد عبدال بیا هر کتبت بی وخینا او تبی بخودانای و یه درس کتبت بی بن یه گوت یا خلکی عبادتی بز بخوده کهی اوهي قوتي يا خالكي يا قوتي ايش وكين قو عبدا كموني عم هموتي في عبادتي كيف كين خديب كين دي سنة پیغمبر بچين صلى الله عليه وسلم افا اخف نت مينة افا نصيحة نت مينة بوه نا قوتي يا بشتي مرنا من ممكنات مزقفتك دو ومزقفتك سر قبره من شكل افا كان قي هاتي يا كرن بو خار بشتي مرناوي بشتي مري افا يقال هاتي يا كرن واف شركة واف چشتي خلط و افا بخده تيتا كرن بو في مرو في صالح و ولي خده تيتا كرن بشتي مرناوي تيتا كرن بل هندي افا اولئك عنها مبعدون اوه ده هی ندیر کرن و اوه ناشنت آگری جهنم دا بلکه اوه کرده دا اوه همو یه ناب بحشته دا ای که بسیاره که بکرد بشید بابو ده داری ما داری چه گناح خواه یا که روژه قیامت رب العالمین بتد ناف آگری جهنم دا آن روژه برچه ده بتد ناف جهنم دا چونکه اینده که تاین عبایت روژه کن اینده که عبایت حیوید کن بو حیو دشت جهنم دا خواه اوه ده چند پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوه همو ده چند جهنم دا ادگل و اوه عبادت لیکری یعنی عبادت برکی بکد دبو برشت جهنم دا خو بری چود ذنب آخونیه و رب العالمین عقل ندائه بودشت جهنم دا اوه ده همو چند جهنم دا چه دار بن چه بر بن چه روج بید چه هیب بید چه استیر بن اوه همو ده چند جهنم دا ادگل وا کس اوه عبادت لیکری نبو هنده که اوه بین عذاب دان نب بلکو ده رب العالمین واپی عذاب داد کافر و مشرک دفا مخلوقان عذاب داد ایکی الوار رب العالمین دبشت اوه الهیت هنگونه دبلانگو خلاص کن هنگونه گو دیدم خلاص کن دوما شفاعت کن هوا رمده هن دبلانگو خلاص کن اویش گل هنگو اتهاتی ند کرده دا
يتقال إن جواتي نجحنا مدا هكش تكبيش بو وابخو ما نذكر أو بين الجحنا مدا هذا إيك يا دوي أبخو ده بهنا عذاب دان يعني رب العالمين ودارانا وبرو روج وهيف دكات إيك الوآلتا ككافر بيش لبن ببين عذاب دان ده بيش باش بيش لبن باش ببين عذاب دان وببين رزيل كرن بلندي أفش هو ده ناف جهنم مدا أما هو مروف بيت وهو إيك الوآ مروف بيت كعبادات بهاد بتكرن ويرازي بيتو ويصابتو ينوي دعوة عندك البيت كعبادات بيتكرن هذا تتقل مشركة وقال واكس أو عبادات نوات يكرن همو ديش الناف جهنم مدا هذا بيغنبري صلى الله عليه وسلم هذا بما جابا وامرو فيت مشرك وامرو فيت كافر هات افدانا كأود كنا ناف جهنم مدا وآخر جهنم بيت تخوش كرن أو أوي بوت يا خلكي عبادتهم كيرازي بيب عبادة كرنا خلكي بوي ويصابيا أما أوي رازي نبيا كاس أبناشنا جهنم دا وكي عم بيني قلك عبادتي قلك من اللي صالح تتكرن فشتي فآياتنا هرقل فآياتنا شو كي فآياتها ما علاقتها بكي بهي يب عيسى بهي عليه الصلاة والسلام فشتي فآياتنا مباشرة بعين مجيد وإنه لعلم للساعة بحسي عيسى عليه الصلاة والسلام يعني وإن نزوله لأمارة وعلامة على قرب الساعة يعني هات نخار عيسى عليه الصلاة والسلام نشان سرچ سر نزق بنا قيامته وعند ايك بجيت ما كامنات يد قرآن دا كاقود بيد عيسى ده يتخاره قرآن دا يقوتي بر رفعه الله إليه تبش والله منات يا خده قود بيد ده عيسى يتخاره عليه الصلاة والسلام كوندك ايمان بينيه ودبش لازم بسلمانه مش نكاد بجد من إمام بنيا عيسى نهاره عليه الصلاة والسلام ورب العالمين القرآن بجد وإنه لعلم للساعة عبد الله بن عباس بجد أي إن نزول عيسى لعلم للساعة يعني علامة على قرب قيام الساعة يعني هات نخار عيسى عليه الصلاة والسلام إيك النشانة نزق بنا قيامتها يعني عيسى عليه الصلاة والسلام بل يرجع قيامته ده لهت دهت نخارب دهت عادي أبي إيك الآية رب العالمين ما القرآن دعوتي فلا تمترن بها دعوتي شيار بن قلت شك إتفهن دي دا نبن نجن بجم الله عيسى نايت أخرى يا رجا قيامتين يا واتبعوني هذا صراط مستقيم هندك يقول يا فاخفنا عيسى عليه الصلاة والسلام كعيسى بجد عليه الصلاة والسلام دي من ورا وأوجت أز بجم أوي حقا ويا راسنا وأوريك راسنا كما بين عبادتي رب العالمين يبقى هندك إيش بجنا أخفنا بيغنبريا صلى الله عليه وسلم رب العالمين أمد بيجيت واتبعوني هذا صراط مستقيم يعني دي منورا أفرق راستا كما إيمان هبت كعيسى عليه الصلاة والسلام دي چلهت عيسى عليه الصلاة والسلام دي هيت أخاري وقت بري بتبرج قيامته والآيات كادينا رب العالمين هر بحسي هات نخار عيسى كال بيجيت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بجد هر ايكي جيو فلبي إلا دي إيمان بعيسى ينيت عليه الصلاة والسلام قبل موت عيسى بري عيسى عليه الصلاة والسلام چل بيت بمريد يعني بري بيتا خاري بري بيتا خاري وناف عديد وبمريد همو جيو فلدي چل هين دي إيمان بعيسى ينين عليه الصلاة والسلام كان جيابا هل وكي مفسره قدي كان جيابا دي چه بيت كنوكا جيو فلا إيمان بعيسى ينا همانا وبري وقت عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى يشتل عرديبو بري خده بتاع عثمانا إيمان بإنابو هما إيمان بينا إنابو ورب العالمين يشتل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام يعني وقتك دهيت همو جيل فلدي إيمان بإنا كان جيابا أبوا بيغنبري وما قد صلى الله عليه وسلم كرجا قيامته نزيك بينا رجا قيامته هنجي عيسى عليه الصلاة والسلام دهيت أخاره وجيو فلا همو دي إيمان بإنا شوك عيسى عليه الصلاة والسلام هنجي الكسي قبل ناكت كبمينيت جي يعني بمينيت فلا همو تبيا چنبين همو تبيا بين مصرمان ببنو وإيمان بخدب تنبينا أفش إيك الآيات دليل سر هنده كعيسى عليه الصلاة والسلام دهيت أخاره بيش رجا قيامته وحديثه كده بيغنبر ومد بيجي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بيش الأسوي كما بنفس من دست بيده كرب العالمين لا تقوم الساعة نابت رجا قيامته رجا قيامته نايت حتى ينزل فيكم ابن مريم حتى عيسى عليه الصلاة والسلام تيتخاله أفش
ايك الحديثة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم مغوتي كنابي ترجع قيامت حتى كي نهي تخاره حتى عيسى عليه الصلاة والسلام دهي تخاره ودهي تعدي ودهي بيجن الحديثة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دهي بيجن كده چكت الناف عردي ده وده چند مين تبا چند حديثة دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم همو بما يديار كرين اما امنا بيجن چوكي ايك بسا اكامل في ايك دليل ها غالب بسا وفا حجة سرما كا عيسى عليه الصلاة والسلام دهي تخاره چن حدیثی دی بو میهات یاد یار کرن که عیسی علیه الصلاة و السلام پیغمبر یگوتی صلی الله و سلام بری روز قیامت عیسی العثمان دهیت خاره و دهیت عادی و ایکل عالمت بسرمانه کنووی السفارینیه او بجید اجمعت الامتو بجید امتا اسلامی هما اجماع یعنی هما عقیده و اذبیه هش وقت پیغمبری صلی الله علیه و سلام حتی وقت خدانه اوه کتابه و خدا نوه اف عالمه هی بشت امت اسلامی همو یت متفق بن عالم و مروفت عام و همو یت متفقن سرهنده ایمان و باوری و اوه على نزول عیسی بن مریمه که عیسی علیه الصلاة و السلام دهیت اخاره ایکل نشانت نیزیگ بینا روژا قیامته هاد نخاره عیسی علیه الصلاة و السلام بجید با کیه ایمان پینیه بجید ملحد ایمان پینیه و فلاسفة إيمان بينيه وهردوكا وبشتتا لا عبرة بخلافهم باختلافهم شو عبرة بأخفنا فانانيا أصلا ونيا أفهر بصرمانا ينحسب كرنجلك الوا حتى بجي والله ما أفنا خلافة قال إجماعي كري أفا شو اعتبار بأخفنا فانيا وكينو كيك بجي ناف مدى ونيا وناف بصرمانا دا إيك بجي والله پیغمبر صلى الله عليه وسلم حق نبو بيتا پیغمبر علي تيفي امام علي بو پیغمبر وني اخفنوي شو اعتبار بني اتا سبب جد از بسلمانم ابي شو بشك نما اين ناف دين اسلام ادم ولا امام علي تيفي پیغمبر بو وحي بو ياد بو بس جبريل خيانتا كري وني اف اخفنا اخفنا بسلمانينا بلا هر ما بجد شو اعتبار بو اخفنوي ني هر كسا كي اخفني بك اجا كسا كي جبريل مولا عيسى نايت اخوال عليه الصلاه والسلام بلا هر ما بجد شو اخفتن بو خلافوي ني اما بصرمان الدرس هما متفقا سرهنده که عیسی علیه الصلاة والسلام دهه تخاره و ده حکمی بشریعت پیغمبری که صلی الله علیه وسلم نه دهه تخاره پیغمبری که نی دهه و نه دهه تخاره دعوه بو وی شریعتش کد او هنگی بو فلاچوی نه دهه تخاره دی شریعت پیغمبری چی صلی الله علیه وسلم و دهه این بیجید انشاءالله الحدیثه ده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود اما بیجید كعيسى عليه الصلاة والسلام اختتيت دي شريعة پیغمبری چی صلى الله عليه وآله وسلم بر چه ده تخاره؟ بود عيسى تخاره؟ چه سببك هيا كعيسى عليه الصلاة والسلام بيت افخاره؟ بو رب العالمين وير رحاوينا كيشيت والعثمان وقته او اجلا خده بودانا وير رحاوي بكيشيت وبمريت العثمان اشتب اليلال يخو طبعا رب العالمين حكيمة او ظانت ونیا كده بر چه انتخاره اما هر قل هند داش بما هند اجتهاد يقوتن هر وكي ناف قرآن دا ناف حديثة پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اشارت بهات يدان هر چند بلکی صريحي نهات يقوتن اما اشارت بو في هنده ايك الوده تخار عيسى عليه الصلاة والسلام دا جاودان ورد ومروفت جيا اويد قوتي مع عيسى كشتي عليه الصلاة والسلام قوتي مع عيسى كشتي رب العالمين قوتي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم رب العالمين قلت نا جيا عيسى كشتي عليه الصلاة والسلام ونصال بيشكريا ونيا بس اوابخو ونيا ما ايكيدي وكي عيسى ليكر عليه الصلاة والسلام هو او كشت او شكل عيسى دابا واو كشت وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه دا جي دروهين بندره بل عند رب العالمين دي عيسى انت خالي عليه الصلاة والسلام دا بيشته ونيا قالي جيانك همو چكن درود كان كسي اسنا كشتي ما از الصاخ متانو كان هذا هيك يا دويا چونك عيسى عليه الصلاة والسلام الناف تورات دا ديد بو هر وكي امام قرطبي بمد بجيد ناف تفسير خدا كناف تورات دا رب العالمين القرآن دا جمو يقوتي ومثلهم في الانجيل مثال پیغمبري وصحابات كير دا هاتي الناف انجيل دا كاو كتب خدا بو عيسى هنارت يا خالي عليه الصلاة والسلام اف مرحيد صحابات پیغمبري وپیغمبري صلى الله عليه وسلم كير دا هات بون الناف انجيل دايتاتي والناف تورات دايتاتي تورات كتابه موسى وانجيل كتابه عيسى عليه الصلاه والسلام هر دوكا مدحت كير دايتاتي بيغمبري وصحابته وامته ويتاتي ناكرن
بل هندش بيش عيسى دعاء كر وتي يا رب خده تمن ايكل امتا محمدي حسيب كي ومن بيدي اتزما ايكل واكساك ايمان امه بيغمبري بين مدقل امتا بيغمبري دبم صلى الله عليه وسلم بل هند خده برع عثمانا وهيلا و حتى ديمايكا زماني دي انتخاره ودي بيت ايكل كي ايكل امتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم چونكي ويديد كرب العالمين چن فضلو مدحيت كي اتكرين بيغمبري وصحابتي وامتاوي ابن افتورات وانجيل دات هاتينا كرن بل هند بيش دعاء كني كأيوش ايكل كيبين ايكل امتا بيغمبري بي صلى الله عليه وسلم بل هند تيفي اغا ايكل قدر قرتنا بوما وتيفي ام بينا هاندا سروي هندي كأم وقت ام رب العالمين ليقتنا وكرينا امتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم تيفي ام سربلين بين في ديني في بيغمبري وديفتشونا في ديني وفي بيغمبري وسنة في بيغمبري عيسى عليه الصلاة والسلام دعاء كريب وفهنده كأيك الأمتة بيغمبري بصلى الله عليه وسلم وأم بي دعاء الحمد لله رب العالمين أمت شلئ كريم أمت كينا أمتة محمدي بلا أم ونيا سر بلند بينو وكيف وما بيتو دلمي بيخوش بيت كأفرتو چي تبصرماني وتأيك الأمتة بيغمبري صلى الله عليه وسلم وأم سريخو بلن كي يفديفتونا في ديني وديفتونا في بيغمبري صلى الله عليه وآله وسلم ياسى عيسى عليه الصلاة والسلام ده هیت خاره بهندیش دا فلا دروهین بین تدری و درویت و خرافاتت و همه آشکرا کد بخلکی دا بیشته ونیا اوه هنگ عبادتی مند کن و عبادتی رب العالمین ابتنینا کن و اوه شرکا هم کن اوه همو شرکا و اوه همو کفر من نگوتی هنگو به هندر کن و خودید ناف انجیلش دا اوه بونگو نه نارتی خاره ده همه دروهین این تدری فلا أبيت عبادة عيسى كري عليه الصلاة والسلام وهو عيسى كري الشريك ربامي ده همه هنا داري بدروهين ده بجنبه أبا عيسى تخاري عليه الصلاة والسلام ونيا وهمه دروهين ده انت داري بس ده كي راس انت داري أبا عبادة بخده كري وإيمان إيناي كعيسى عليه الصلاة والسلام عبد خده وبيغمبر خده بل هندش أباش إيكل حكمته كخده ده انت خاري ده فلا همه دروهين بلا داري أو تشتوا زيادة كريد كتابة خدا همه ده بشت أبا زيادة ورب العالمين أفا بمن نائنا وناف انجيل دانيا هم قوية زيدا كري وأوش تيني كيم كي دبشت أفا مقوية هاو بيتيا داري وأفاش الناف دهبي همو أفاش دهيتا ديار كرن بو هات نخار عيسى عليه الصلاة والسلام هاد دي سأيك الحكمة دي بو هات نخار عيسى عليه الصلاة والسلام أفا دا چونكي أجل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزيق بي ودال كيرش بمريد دال عرديش بمريد دا بما بيتا ديار كرنش همو مروفك رب العالمين هر وكي قوتي منها خلقناكم وفيها نعيدكم همو الاخي چبين وهموش دهي نفسر آخي وسر بي عرده ده چل هين دمرين بهند كسنية كتبج رب العالمين بري عثمان وير رحاوية كيشي ويلوير هلا أبا هو عيساش عليه الصلاة والسلام كخده بديان ورحبه بري عثمان ده اين تفخاره ايك الحكمة ابو چيا ده العردي بمرينيد وبكنف ناف عديدة والناف عديدة بيته بشارتن ويا جسمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ناهي تخارن ونابي تآخ هل دي ميته أما چونكي رب العالميني ناف قرآن دي ويته مانجل آخي چهكرين وهموش دي ناف آخي دا منها تاروجا قيامته همو كسر دي سر عديد بيت كسر عثمانا نامريد كسر بحشت دا نامريد وني أواقف نتان بجم الله إدريس عليه الصلاة والسلام شو بحشت ويرده ويته أسناء المدر بشتي رب العالمين بريد بحشت دا هنا رب العالمين قلت ما دمت گویی این دستنای مدری بلا لیره دو با ویره دو خود روحوی کشه اوه همو درونه و همو حدیث درویت هاتی ندانه سر و پیغمبرانه علیه الصلاة والسلام اما اوه رب العالمینی بومد قرآن دا گویی که همو کسا که اهل اوهت عردی و اوه ناف عردی دا مروف و اجنن همو دل کیره مرن همو دل عردی مرن ایک الواش عیسا علیه الصلاة والسلام دل انتخار رب العالمین چونکه اجلویان زیگ بی سر کیره دمرید سر بی عردی دمرید وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.